أعتقد هاي مهمة جدا جدا لأنها اليوم بتساعدنا بتطوير وتحسين أداء جميع لاعبين المنتخبات الوطنية. الطب الرياضي علم بحد ذاته تطور، وفي بلدان اعتمدت عليه لتطوير وتحسين أداء لاعبينها. واليوم إحنا باتحاد كرة السلة نسعى إلى أي شيء ممكن يساعدنا بتحسين الأداء والوقاية أيضا من الإصابات للاعبيننا كلهم. إحنا لازم علينا أن نأخذها، وهاي هي الخطوة الرئيسية والأساسية بهذا الاتجاه إن شاء الله اليوم. وهاي عابرة للاتحادات وعابرة للسنوات إن شاء الله هاي الاتفاقية. هذا علم يتطور ويتحسن ويفيد جميع لاعبينا لنشوف وين ممكن يساعدهم بإنتاجية أفضل، بالملعب أفضل، بالأداء الأحسن. فاليوم شراكتنا مع فيزيوان هي شراكة أساسية بتورجي إنه عم نترك الأمر هذا للمختصين، بس عم نمأسسه في الاتحاد. لازم نوقف على جاهزية اللاعبين لاعبات المنتخبات قبل ما ينضموا، لنشوف إعدادهم البدني وين وصل، نشوف قابليتهم للإصابة لا سمح الله وين وصلت، أو كيف موجودة، شو نسبتها حتى نمنعها نتلافاها. هذا الأمر كله عم نعمله اليوم بوثيقة رسمية مؤسسة لها، تبدأ فيها ملف طبي لكل لاعب يحفظ بسرية في الاتحاد، يتم الاستمرار عليه في كل مرة يتم انضمامه للعب. لا سمح الله في إصابة نعرف كيفية معالجتها وشو سببها السابق أو شو مسبباتها، وأيضا كيفية العلاج للوصول إلى الأداء التام، وكيفية تقييم الأداء قبل الإصابة لحتى يكون عندنا مرجعية لنقول إمتى برجع اللاعب للأداء تبعه. فهاي كل الأمور بديهية في العالم، اليوم عمانا بنحطها في وثيقة بنأسسها بالاتحاد، عم نتشارك مع فيزيو وان اللي فيه مختصين بهذا الأمر، اللي جابوا كمان كادر طبي على هذا الموضوع، وعم نحط هذه الوثيقة للتقييم لنقدر نراجع على أساسها جاهزية وأداء لاعبينا ولاعباتنا. هلا هذا البروتوكول جاء لعمل سكان أو فحص سكرينينج، خلينا نحكي للاعب قبل خوض المنافسات الرسمية. فنحن بنحط بيس أو قاعدة للحالة البدنية والصحية والطبية لهذا اللاعب، وبنرجع نعمل ري أسسمنت أو إعادة تقييم مرتين أو ثلاثة، راح يكون هو بين ثلاثة إلى أربع مرات في كل موسم. فهذا بيعطينا إنديكيشن أو بيعطينا إيش هي التغييرات المفاجئة أو اللي ممكن تدق لنا جرس الإنذار عند هذا اللاعب. على هذا البروتوكول مش فقط أداء حركي، ولكن هو شامل جهد القلب، شامل للحالة العضلية، فحوصات التخطيط القلب هاي ضرورية راح تكون شاملة في هذا البروتوكول إن شاء الله. وضعية الجهاز التنفسي القلب الرئوي خلينا نحكي، هذا برضو كمان المختصين في هذا المجال الأطباء راح يكونوا متواجد معنا، في طاقم طبي قوي موجود في هاي اللجنة، وإن شاء الله أنه بيعطينا البوادر الأولية لا سمح الله إذا كان في أي تغييرات مفاجئة اللي نتحرك قبل وقوع أي إصابة إن شاء الله. إحنا خلينا نحكي دائما المدربين هم عندهم هذا الهاجس والخوف من أنه أي إشي ممكن يكون يصير فجأة بالملعب وما تقدر تتعامل معاه بالطريقة الصح، مرات ممكن يعني تخليك تخسر لاعب لا سمح الله، وهذا إشي طبعا يعني هو إحنا بنسميه كابوس بالنسبة للمدربين. فطبعا بالتأكيد نحن من اللحظة الأولى كمان اللي كنا فيها مع الاتحاد الأردني مشكورين من أول من عادت الفكرة لهم، هم يعني عدة سنوات بفكروا بهذا الموضوع، والحمد لله أنه هذا المشروع شاف النور هلأ. نحن أكيد داعمين له، يعني بأكد لك كل المدربين وكل خلينا نحكي أي حدا له علاقة بالفريق أكيد هو بيدعم هيك مشروع، لأنه هذا يعطيك طمأنينة، يعطيك طمأنينة على أولادنا لاعبتنا أنه هم بخير، أو على الأقل خلينا نقول نحن مخدين الخطوات اللازمة لحمايتهم.